صباحكم بكل خير أحبة المتابعين في كل مكان. إنه اليوم 13 على طريق الهجرة النبوية في رحلة لو كان الحبيب بيننا صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا اليوم في مزرعة عم نافع وعياله الآن معي، الله يعطيهم الصحة العافية. الله يعطيك العافية حياك الله، منورنا والله يا علي. منورك يا حبيبي، الله يسعدك ويبقيك والله، وبرك الساعة وأسعد اللحظة. والله احنا لنا الشرف، والله الشرف بالعكس. انا والله العظيم مستانس وسعيد ان اسمعكم ان شاء الله. مو الرحله والله كان جالس معكم ناس الله يسعدكم. اسمك كريم عبد العزيز. عبد العزيز ونعم اخوه صح؟ ايه ما شاء الله تبارك الله، عيال العم ما شاء الله تبارك الله. هذا وش زارعينه؟ بندوره هذه كلها صح؟ طماطم. اي طماطم، اي اللي يقولوا الطماطم الاحمر عرفتوا. هذا فجل صح؟ هذا فجل. اي ما شاء الله، شوف الناس اللي ما يعرفون الزراعة، الفجل هو يطلع على فوق ولا برا؟ ولا جوا؟ هو جوا. هو جوا. حبوب؟ ايوه. ما دين يطلع. يطلع فوق، يعني اقصد يعني زي زر بطاطس اقصد جوا ولا يكون برا؟ لا لا برا، البطاطس جوا صح؟ هذا هو، هذا اللي تاكله. اه ايوه. شوفوا هذه هنا. هذه شجرة الطماطم أو البندورة، يسمونها البندورة أو الطماطم. ما شاء الله تبارك الله. صلوا على النبي يا جماعة. ما شاء الله تبارك الله. شوفوا يا جماعة، هذا الحبحب، شجرة الحبحب، وهذا القثة ما شاء الله عليك. تعرف انت على طول ها؟ ايه. وهذه ايش؟ هذه نفسها قثة صح؟ القثة والحبحب. ايه. وش ليش تزرعين مع بعض؟ يعني وش الحكمة؟ مع بعض يعني مبني فيها؟ ايه مع بعض. ايه. يعني هذا يعني ما في ما يعني انا شيء مرة قريبين جنب بعض اقصد كذا. لا قريبين عادي عادي جدا. هي بعدين هي بتوسع هي وبيطلع الحبحب واللي بيطلع القثة كمان. شكرا والله كانها والله والله بشرف على من عندي. ايوه والله يا زين يا زينه الأخلاق وقبل. اي والله قالوا ان الحب حالي اخلاق عرفت ما يبي ما شيء حالي يا منافع. ها حالي حالي ما شاء الله. شنو قلت؟ قالوا ان الحب حالي. ايوه والحب حب حالي. الحمد لله الحمد لله. سعد الله صباحكم بكل خير. طبعا جماعة الخير، انا حاليا في وادي لقف أو وادي لقف مسمى بأهل المنطقة، الركب النبوي أتى من هنا سالكا إلى هنا بداية مدلجة لقف. مدلجة لقف، المدلجة ما يسمى مدلجة، الطريق النازل اللي ينزلك على الوادي إلى مدلجة لقف إن شاء الله بإذن الله. طبعا أنا بتجه من وادي لقف إلى مدلجة لقف إلى أن أوصل مرجحة مجاح بإذن الله. راح أوريكم إن شاء الله بإذن الله، كلها تكون صورة مبدئيا على السناب لأن الشبكة ضعيفة في المنطقة، رغم وجود الشبكة شايفين بس إنه إلا 3G، لكن راح أعطيكم صور إن شاء الله بإذن الله. كل منطقة وقف فيها وادي لقف إلى مدلجة لقف. سلك الركب النبوي قادما من وادي لقف كما تشاهدون أمامكم، وادي لقف متجها إلى بداية مدلجة لقف. هذه المدلجة شايفين بين اثنين الجبلين، هذه من هنا، من هنا بداية المدلجة حينزلنا إلى المدلجة. صار الركب النبوي من هذا المكان كما أنتم شايفين، من هنا قادما إلى من هنا سارة الركب النبوي. هنا طبعا انقطاع وادي مدلجة لقف، وهنا بداية مدلجة مجاح. طبعا هذا يدخلنا على مجاح الآن، هذا المكان الذي سلك منه الركب النبوي. Thank you.
النبوي قادما من مدلجة مجاح، هذا اللي شايفين قدامكم من الآن مدلجة، شوفوا إلى مرجحة مجاح، هنا مرجحة مجاح قدام. طبعا ريحت هنا في هذا المكان، حطيت شنطتي هناك طبعا، ما لقيت شايفين المكان، المكان حار شوي، بريح إن شاء الله بإذن الله، وأتجه إلى من مرجحة مجاح إلى ذي العصوين، منطقة اسمها ذي العصوين بإذن الله. طبعا ما في نت في المكان ولا اتصال ولا أي حاجة، الله يحفظنا يا رب. هذه الأشياء طبعا بعد ما ريحت أنا هنا، الآن مسيرتي كانت من هنا رايح تحت هذه الأشجار، والآن متجه إلى مرجحة مجاح. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ما في أحد معي هنا سوى الله تعالى وحده، حتى الإنترنت ما في ولا اتصال ولا شبكة ولا شيء. بسم الله توكلنا على الله. أنا الآن في وسط مرجح مجاح، هذا يسمونه مرجح مجاح. طبعا الطرق نائية، ما في أي أحد في المكان، لازم أمشي مع ثنية هذا الجبل. من هنا هذا المكان سلك منه الركب النبوي. الآن أنا في منتصف مرجح مجاح، يقول المنطقة هذه مليان ذئابة، أنا الآن بجوار ثنية مجاح، راح أدخل من هنا خلف هذا الجبل، راح أخرج من مرجح مجاح متجها إلى ثنية مجاح إلى ذي العصي أو العصوين. أنا خرجت، بسم الله، راح أنزل نزول الآن إلى منطقة العصي أو العصوين هناك. طبعا أنا جاي من ثنية مجاح نازل على منطقة العصوين، لقيت هنا صخرة تدل على الركب النبوي، ثلاثة نياق، واحد اثنين ثلاثة، هذا احتمال الله أعلم ناقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا عبد الله بن أريق احتمال والله أعلم. وهنا كمان لقيت صخرة عليها نقوش تاريخية قديمة جدا ثمودية، نقوش ثمودية طبعا في هذه الصخرة. وانت جاي من منطقة ثنية مجاح وانت نازل على منطقة العصويين. نحن الآن في منطقة تسمى ذي العصي أو العصوين، ليش؟ شوفوا هذا طريق قدامكم الآن اللي أنا جيت من هنا. طيب لما أوصل لين هنا الطريق هنا اتفرع إلى ناحيتين، من هنا ومن هناك،
من خلف هذا الجبل كما تشاهدون. فلذلك سمي هذا المكان ذل عصوين أو ما يسمى ذل عصي أو العصوين. أما الركب النبوي أتى فسلك من هذا المسار، المسار اليمين. هناك بئر كما تشاهدون، برخش إن شاء الله في موية مشيت الحرارة صراحة. يا جماعة الخير أنا الآن بداية أم كشت، خلصت من العصوين والآن أنا في بداية أم كشت، ما يقارب 6 كيلو أو 7 كيلو حينزلني على الجداجد، منطقة اسمها الجداجد. الشمس حارة، ما في لا بشر حتى الجن ما في المكان هذا أم كشت. الله هو الحافظ. خير انا لقيت راعي رجال طيب من السودان الله يعطيه العافيه، قام ساعدني قال لي كنا جالسين مع بعض على حلال ما شاء الله، وقال عطني الشنطه خليني اخفف عليك كذا، هذا الله يعطيك العافيه. شوف شكله هلا ما شاء الله تبارك الله. الخير الله يعطيكم العافيه، انا معدي من هنا طبعا من ام كشت، لقيت منطقه مقابر انا والرجال الطيب الراعي، وقال في منطقه هنا مقابر بس ما نعلم كم تاريخ يعني المقابر هذه، حتى القبيله اللي كانت ساكنه هنا قبل 50-60-70 سنه جو لقيوا هذه المقابر، احتمالات والله اعلم، يا يعني ان هنا كانت قبيله كانت ساكنه قديما، او ان خط القوافل احتمال كان يعد من هنا واللي كان يموت يدفنون هنا، احتمال والله اعلم. شايفين هذه مقابر، مقابر كل هذه. السلام عليكم اهل ديار قوم المؤمنين، انتم السابقون ونحن اللاحقون، اغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. فما ادري احس اللي يحط اثنين زي كذا، واحد هنا واحد هناك، امراه وهذا واحد، احتمال رجال، احتمالات والله اعلم، عشان ما ندخل في الشكك والمواضيع زي كذا. هذا شوفوا الله يرحمهم ويرحم جميع موتى المسلمين، اللهم امين. تقريبا 12 قبر، 12 الى 13، لانه في بعض القبور اماريتها انمسحت صح؟ اختفت هي ما هي واضحه. زي ذا هذا شوفوا القبر هذا عندكم مو واضح. هذا القبر، هذا مكان قبر. الله يرحمهم يا رب، كانوا مسلمين. جماعة الخير أنا خرجت من أم كشت وجلست عند الشباب هنا، عزبة شباب سودانيين الله يعطيهم الصحة والعافية اللي صورتهم. خرج النكب النبوي من أم كشت متجها إلى أجيرد، هذا هو أجيرد، وأنا الآن بداية أجيرد. طبعا هذا البستان، منطقة البستان يسمونها، هذه البستان وهذه محطة مهجورة، محطة البستان. وهنا سلك الركب النبوي من وادي أجيرد كما تشاهدون، وأنا الآن متجه من وادي أجيرد إن شاء الله راح أرتاح في محطة هنا موجودة قدام تقريبا ممكن 15 كيلو تقريبا 20، محطة البرك أو البرك، راح أريح فيها إن شاء الله الليلة. والله شباب قالوا ريح عندنا يا عبد الله، بس عشان اختصار المسافات. الخير يا مرحبا، انا وصلت في وادي أجيرد وانا ماشي معدي جاني رجال الطيب ابو عبد الله، الله يعطيك الصحه والعافيه وبيض الله وجهك، شرفنا بوجودك ورحم الله والدك. والله رجال لزمني قال لي تعال اقعد عندي، قدرك اعلى من هذا حبيبي، والله ما قصرت بالعكس، قدرك اكثر من كذا انك ضيفتني وجلستني في بيتك، هذا اكبر قدر والله العظيم، وانه مسافر في الخط والله العظيم، قال لي تعال عندي واجلس وما قصر، الله يجزاك خير.
ويوفقك ويسعدك يا رب ان شاء الله. الله يحييك وما قصر وبعد بنفسه كمان طبخ يعني على لا والله والله اكفي انك انت بنفسك طبخت ما شاء الله تبارك الله والله بنفسه قام بالواجب. رحم الله والديك وجزاك الله الف خير. رب يسعدكم الله يسلمك وعلى الناس الطيب هذه احمد من الله ابراهيم. الحمد لله الحمد لله حياكم الله. شغالين عندك ما شاء الله ابو عبد الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الناس الطيبه الحمد لله اكيد نعم الناس الطيبه هذه الله سبحانه وتعالى هو اللي بيسخي. Thank you.